بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة شم النسيم، كل سنة وانتم طيبين. بنرسم بيضة ببرنامج 3D Max ونلونها بي. نشوف التمرين ده. هنروح على برنامج 3D Max. بيفتح برنامج 3D Max وكعادة البرامج اللي هي ثلاثية الأبعاد، بنلاقيها متكونة من 4 شاشات. الشاشة الأساسية اللي هي البرسبكتيف، شاشة فرونت أو المقدمة، شاشة الطب واللي هي من فوق، شاشة الليفت اللي هي من جهة الشمال. يبقى أنا عندي بنقول برامج ثلاثية الأبعاد عادة بتتكون من 4 شاشات، لأنها بتبص على المجسم من النواحي المختلفة. النهاردة بنخش على، في البداية خالص بنروح على الأيقونة كريت. هتلاقي جنب كريت في موديفاي، جنبها هيراركي، جنبها موشن، جنبها ديسبلاي، جنبها يوتيلتيز. يبقى دي مجموعة من الأيقونات، كل أيقونة لها المحتويات الخاصة بها. لو وقفنا مثلا على موديفاي هتلاقيها غيرت للشكل العام، لو وقفنا على هيراركي يديني اختيارات اخرى، لو وقفنا على موشن بتديني اشكال تانية، لو وقفنا على ديسبلاي لها المحتويات الخاصة بها، وهكذا اليوتيلتيز برضو. يبقى من مجموعة هذه الايقونات كلها هنبتدي نقف على كريت. من داخل كريت يوجد مجموعة من المكونات بكريت. نمرة واحد عندنا جيومتري، شيبس، لايتس، كاميرا، هيلبرز، سبيس واربس، والسيستمز. دي كلها تخص الجزئية اللي هي كريت. من داخل جيومتري لها مجموعة من المكونات الخاصة بها زي ستاندر بريمتيفز واكستندد بريمتيفز، وهكذا مجموعة اخرى من المكونات لها. يبقى احنا دلوقتي بنقول تاني من كريت هنختار جيومتري، من داخل جيومتري هنختار ستاندر بريمتيفز. من داخل ستاندر بريمتيفز يوجد مجموعة من الزراير، هذه الزراير هنختار منها سفير. لما اختار سفير اللي هي معناها نقصد بقى هنا الكرة، نضغط ونسحب نسحب 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 نسحب. في هذه اللحظة رسم لي الكرة. يبقى هنا لو انا شفتها من الفرنت نفس الشكل ده، لو شفتها من الطب بيديني نفس الشكل، لو شفتها من الليفت بيديني نفس الشكل. وبالتالي لو انا جيت ضغطت على العدسة او الزوم وبضغط عليها وبسحب بسحب 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 لتحت كده، يقوم ايه يصغر لي حجم الرؤية. هو مش بيصغر حجم الكرة نفسها، لا، بيصغر لي حجم الايه الرؤية بس. بضغط عليها وبطلع لفوق تاني يقوم يكبر، بضغط عليها وبسحب لتحت يقوم يصغر لي الشكل. في هذه اللحظة بنطلع فوق عند الايقونة اسمها Select and Uniform Scale، اسمها نقف نبعد عنها نرجع لها تاني. اديني Select and Uniform Scale، مجرد ما بضغط عليها بديني مثلث على الكرة، بديني مثلث على الكرة. بنيجي مثلا لو انا حبيت اضغط، انا عندي ده الاتجاه زد وده الاكس وده الواي، يبقى ده الاكس ده الواي ده الزد. لما بقف على الزد وبضغط وبضغط وبنزل بنزل يقوم يديني نطلع فوق تاني تاني تاني، ننزل تحت تاني يقوم يديني شكل البيضة. حسيت ان الشكل كده كفاية، خلاص يبقى انا كده بهذا الشكل رسمت البيضة. مجرد ما انا رسمت البيضة اصبح عندي مجموعة من الاحتمالات. احتمال اسيب البيضة زي ما هي بهذا الشكل على اساس انها ملونة بهذا اللون، او ان حبيت اضيف لها مجموعة من الالوان.
من حيث المبدأ أنا ممكن أوديها لبرنامج فوتوشوب على هذا اللون اللي هو واقفين عليه أو اللي احنا مختارينه. مجرد ما احنا واقفين على البيضة هنطلع تاني على Select Object اللي هي الاختيار ديت، ونضغط عليها أصبحت أنا مختار هذه البيضة. في اللحظة ديت ممكن أضغط على اللون ده بيديني مجموعة من الألوان. ممكن ناخد لون، اضغط اوكي يديني اللون ده. ممكن اضغط على اي لون تاني وليكن ده، هيديني ده مثلا. وبالتالي هنا مجموعة كبيرة من هذه الالوان، بختار اي لون وليكن ده. اخترنا هذا اللون ماشي. اذا انا حبيت احفظ الصورة على هذا الوضع ممكن نحفظها على هذا الوضع. طب نحفظها ازاي؟ في اللحظة دي بنطلع فوق عند القائمة ريندر. لما بضغط على ريندر او هنا على كوستمايز او كل واحدة من دول، دي قائمة ايه لها وظيفة من الوظائف المختلفة. بنرجع تاني على القائمة ريندر ونقف على كلمة ريندر من القائمة ريندر او جنبها هنا F10. لو انا ضغطت على ريندر بيديني نافذة كلمة render default scan line. render هنا هنقصد بيها بقى ايه؟ ان انا الصورة عندي هي موجودة في برنامج 3D Max. بيتم لو انا حفظتها 3D Max. طب نحفظها ازاي 3D Max؟ هنطلع فوق عند file وهنقول له save. في اللحظة ديت بنضغط او بنكتب اي اسم لهذا الملف، وبالتالي لو انا حفظته هيبقى امتداده هنا 3D Max، وبالتالي اللي بيفتحه 3D Max بس. هنكنسل الفكرة، ولكن خلينا تاني في الريندر. هنقفل دي تاني ونشوف. يبقى وانا واقف هنا على البرسبكتيف بروح فوق على القائمة ريندر ونضغط على ريندر، يديني نافذة اللي هي render default scan line. هذا العنوان خلاصته اللي انا بحتاجه منه كلمة render تحت. طب تفسير الحتة دي كلها ايه؟ عبارة عن ايه؟ في البداية هنا كلمة single معناها ان انا هحفظ هذه الصورة مفردة بس. طيب لو انا نزلت على range، لما بكون بعمل حاجات فيديو بيقول لي من الصورة كام إلى غاية الصورة 100، وبالتالي بشوف أنا عدد الكادرات أو عدد الصور اللي موجودة عندي في فيلم الفيديو اللي أنا بعمله وبنعمل له ريندر. ولكن هنا في هذه الجزئية إحنا هنكتفي بالسنجل على أساس إنها صورة واحدة بس. طب بالنسبة للأوتبوت سايز للمخرجات بتاعتنا هنخرج على حجم إيه؟ ممكن هنا 240 في 330، 486 في 720، 600 في 800 وهكذا. وبالتالي ممكن اختار كوستم، ممكن ناخد مساحات اكبر. هنكتفي ب 640 او في 460 على سبيل المثال مثلا، او هنا 600 في 800 اكبر شوية ماشي. وبالتالي هنقول له render. طب هنا دلوقتي تاني يبقى وانا واقف على الصورة وهنقول له render، عمل لي الصورة بنفس هذه المواصفات. لما نقول له هنا save، لما حاجة اعمل لها save نخلي بالنا الاكستنشن بتاعنا او الامتداد اللي احنا هنعمل فيه. هنعمل ايه من الامتدادات دي كلها؟ انا بحتاج لامتداد بينج، بي ان جي ايمج. بي ان جي ايمج في هذه اللحظة بيديني امكانية ان انا بعمله من الصورة من غير خلفية. والجماعة اللي هم مصممين الجرافيك بيهتموا جدا بهذه الجزئية، ان التصميم اللي انت بتعمله مش محتاجين له خلفية. وهنعملها مثلا 1 2 3 وحدات.
وهنقول له سيف. هنا بيديني بينج كونفيجريشن، بي ان جي كونفيجريشن. هنختار الديفولت بتاعنا اللي هو مختاره ار جي بي 48 ونقول له اوكي. في اللحظة ديت بنقفل دي وننزل برنامج 3 دي ماكس وبنفتح برنامج الفوتوشوب. هنا بنقول نفترض ان دي لو انا وقفت هنا ديت كانت بيضة قبل كده مرسومة بنفس الشكل ده، هنا هنقف كده نلغيها ونقول له open ونروح للصورة الاخيرة اللي احنا حفظناها 1 1 1. راحت فين فين؟ هنا هنا دي، ونقول له open. اداني هنا الصورة من غير خلفية. في اللحظة دي بنقول له كنترول تي ونكبر بالمساحة اللي احنا عايزينها، ما عادش فيه عندنا مشكلة. يبقى احنا كده كبرنا البيضة. وبالتالي في برنامج 3 دي ماكس ممكن اعمل مجموعة من البيضة بنفس هذه المواصفات. يبقى ممكن نعمل مجموعة من البيض بنفس هذه المواصفات بمجموعة مختلفة من الالوان، مرة احمر مرة اخضر مرة ازرق وهكذا من الالوان. دي طريقة. ولكن ممكن لما ننزل برنامج الفوتوشوب وهنروح تاني لبرنامج 3 دي ماكس وانا عندي بنفس اللون ده عملنا بيضة، ممكن بمجموعة تانية اخرى من الالوان. طيب وبالتالي ممكن نرسم سفير اخرى ونرسم بيضة ونكبر، وهنروح برضو نفس الحركة فوق اللي هي select uniform and scale ونضغط على ديت كده ونختار سيبها على الديفولت على اللون اللي هي موجودة عليه ده. ماشي، ما كانش ممكن نختار اي لون وليكن اللون مثلا ده او اللون الازرق. وهنعمل واحدة تانية سفير ونعمل واحدة تانية ونروح برضو على نفس الفكرة select and uniform وننزل تحت ونديها اللون ده كده. طيب لو انا بعدت على هذا الوضع وطلعت فوق وقلت له ريندر، ما هو اصلا عطيني هنا ايه، اضغط على الريندر هيديني النافذة بتاعته. لو قلت الريندر اداني الثلاث بيضات مع بعض. يبقى هنلغي الفكرة. وبالتالي احنا لو حبينا نعمل كل بيضة منفردة هنعمل زي ما عملنا من الاول، وهنيجي مثلا على دي نمسحها ونيجي على دي نمسحها ونعمل كل مرة هي نفس البيضة ولكن ممكن نغير اللون. يبقى هنقف هنا على select object ونختار ومرة نحفظها بهذا اللون ونقول له اوكي ونحفظها نفس الفكرة. وبالتالي لو انا رحت تاني وهقول له هنا render وهنروح نقول له سيف بيتماب، وهنا سيف هنقول له احنا عملنا 1 1 1، ممكن نعمل 2 2 2 ونقول له سيف. وهنا الاكستنشن او الامتداد بتاعنا هنتك وننزل ننزل نضغط عليه وننزل، يبقى نضغط عليه وننزل نعمل له بي ان جي ونقول له سيف وبرضه نقول له اوكي. هنقفل دي وننزل تحت ونروح برنامج الفوتوشوب ونروح هنا. يبقى انا عندي الصورة ديت كنا عاملينها بنفس اللون وديت الملف الفاضي، هنحطهم جنب بعض نقول له arrange، نختار اول اختيار اللي هو تايل اول vertically، يبقى هنا هيحطهم لكل الملفات جنب بعضها. هنيجي هنا هوت عند الاداة الموف تول ونضغط عليها ونسحب ونجيبها هنا، هيديني الرسالة اقول له يس. وبالتالي هذه دي اصبحت خلاص مش محتاجينها هنقفلها. تحفظ؟ نقول له لا مش عايزين نحفظها وهكذا. برضو هنيجي تاني ونقول له open ونختار احنا خدنا ديت، ناخد ديت اللي هو 2 2 ونقول له open. نفس الفكرة ممكن اكبرها اضغط عليها كنترول تي ظلل نحددها بنفس الشكل ونكبرها لو حبينا نكبر مفيش مشكلة، نديله انتر.
هنروح على القائمة ويندو ونروح Arrange Tile All Vertically ونضغط عليها بالأداة اللي هي الموف تول، بنضغط وبنسحب وهكذا ونضغط يس. في هذه اللحظة هنقفل دي خلاص، ما عدناش محتاجينها، مش هنحفظ. وبالتالي هنا أصبحت هذه البيضة بلون وهذه البيضة بلون آخر، وهكذا ممكن نعمل 1 و2 و3 و10 وهكذا. وبالتالي هنا في إمكانية إن أنا أعملها وألونها بألوان عادية كلها ثابتة في برنامج الـ3D Max، وبنحفظها بامتداد PNG، وفي اللحظة دي بنفتحها ببرنامج الفوتوشوب وخلاص. في هنا احتمالين، ممكن احتمال ان انا احب الونها ببرنامج الفوتوشوب. هنقف مثلا على ديت كده ونيجي من هنا نلغيها، هنكبر ديت ونقول له كنترول تي ونكبر البيضة دي ونديله انتر. اذا حبينا نيجي على الفرشة برش ونضغط وناخد فيه مجموعة من الاختيارات، هناخد البرش تول دي مثلا على سبيل المثال. قبل ما بعمل حاجة في دي يفضل ان انا اخد منها نسخة، يبقى انا اشد البرنامج لفوق واسحب دي لتحت وانزل هنا عند دي، وبالتالي يعمل لي نسخة منها. طب نسخة منها ليه؟ لان ممكن اعمل حاجات والوان وبتاعه ممكن ما تعجبنيش في الاخر. هنا بنقول هنقف على، وانا واقف على الاداة برش، هنا في لون برتقاني هنضغط من هنا كده. طيب لو انا وقفت على دي يقوم بالضغط على زر كنترول، ومع الضغط بزر الماوس الشمال يقوم يظلل لي البيضة. في اللحظة ديت بنقول واحنا مظللين البيضة ممكن نيجي بقى براحتنا هنا كده 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 ونقوم عاملين كده، يبقى هو في اللحظة دي ما بيلون ليش بره البيضة، يبقى هو انا حكمته بان هو يلون لي جوه الحدود بتاعت البيضة. عمل لي هنا باللون اللي هو البرتقاني، نضغط اللون البرتقاني ونختار اي لون وليكن اللون الاصفر مثلا، نمسح السيان ده خالص عشان يبقى اللون اصفر نظيف. هنيجي هنا برضو نفس الفكرة ونعمل بنفس الفكرة، هنختار باللون وليكن اللون الابيض ونقول له اوكي، وناخد كده ونختار لون تاني وليكن الازرق، قول له اوكي، وهنسحب من فوق لغاية كده، وهنيجي ناخد اي لون تاني وليكن الفوشيا ده مثلا على سبيل المثال، ونقول له نفتح اي لون شوية ونقول اوكي ونيجي هنا ماشي. في نفس الوقت ممكن اجي اضغط نقطة نقطة بالفرشة 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 هنا، ونيجي نختار لون تاني خالص وليكن اللون الاصفر مثلا، اي لون اصفر نقول له اوكي ونختار ونضغط نضغط نضغط، ممكن نضغط هنا تاني نختار اللون وليكن اللون الابيض، وهنختار هنا نقول له كنترول دي، نلغي التحديد بتاعنا. اصبحت عندنا البيضة زي ما هي كده، يبقى دي بيضة بلون او مجموعة من الالوان المختلفة.